نقول بالحق شكرا شكرا لمصر لانه استضافت الوفد التونسي اللي هو يعني قبل مشتكي على تجربتي الخاصه. احنا الفنانين في تونس والا الممثلين او في الميدان الثقافي او الفني يحبوا ياسر يجيبوا لمصر، وتعتبر مصر حلم عشان يعني تشوف حاجات وتتعلم حاجات باينه فيها. فهمنا انه التونسي والمصري واحد، فهمنا انه العلاقات لازم تكون اكثر اكثر واكثر بين الشباب، بيكون العدد اكثر ويكون الزيارات اكثر عشان خاطر ناخذ ماخذين ولد نحكي مصري، خاطر الحاجات اللي يلزمنا نتعلموها احنا كشباب انه نكون شباب عربي واحد، يعني يجمعنا رايه واحده انه احنا ننهض بالعالم العربي وننهض بلداننا، وهذا اللي شفته صراحه في شبابنا التونسي والشباب المصري اللي تعرفنا عليه. وحلم العالم العربي الواحد هذا حلمنا كلنا، وان شاء الله يبدا من بين تونس ومصر اللي هما في الحقيقه بلد واحد، حتى لو كان الكوره ما تفرقناش الكوره.